شاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، هيا الانطلاقة لشوطنا هنا الخامس في مجموعة الاشواط، والشوط الخامس الخاص بالابكار الفطامين بهذا الانطلاق الجميل والتحدي. الجيل الناشئ هنا ايضا جيل المواهب الذي تنطلق منه المواهب، وهنا نتابع المجريات ونتابع الرياضية للدكتور سعيد بن سالم الشيخ على الصدارة وعلى المركز الاول، الظبي في المركز الثاني، رامس بن محمد بن سلطان العويسي بنداجي على المركز الثاني. يلا يا ابو عيسى في هذا الانطلاق والتحدي، هنا الوصول الوصول ايضا من قبل معزة منيف بن ممدوح بن بدر السبهان على المركز الثالث، المركز الرابع، المركز الرابع والمنطلقة مينونة هاشم بن محمد بن حسن الخاطري، وهناك تأتينا بهذا الانطلاق شوشرة عبيد بن سعيد بن عبيد بن بدر العليلي. ولكن هنا الرياضية، الرياضية تنطلق على الصدارة، تنطلق على المقدمة وعلى المركز الأول هنا وصدارة هذا الشوط الدكتور سعيد بن سالم الشيخ، هي المنطلقة على الصدارة على المقدمة. تهانينا للمرة الثانية على هذا الأداء الجميل للدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ، سلام لأهالي مدينة العين، سلام للتوالي على هذا الأداء الجميل. تهانينا وناموس ولحظة الوصول إلى خط النهاية المركز الثاني هنا المينونة لهاشم بن محمد بن حسن الخاطري، المركز الثالث. هناك التقدم مشاهدينا الكرام من الدولية راهي بن محمد بن هويد للتبي والتوقيت الزمني دقيقة وخمسة واربعين ثانية. تهانينا وناموس للدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ على هذا الفوز، والسلام لأهالي مدينة العين بهذا الفوز المميز.